السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بمقطع جديد. اكيد حابب تفوت على مجال اليوتيوب وتبلش تنزل فيديو. اليوم بدي اخبرك كيف تحول الخلفيه اللي وراك من هيدا الشكل اوضتك القديمه لهيدا الشكل وكيف تعملها بطريقه احلى. تابع الفيديو للاخير وخليك تشوف كل التفاصيل، جدا مهمه وسهله وحتستفيد منها اكيد. وطبعا لحتى اكون صادق معكم قبل ما بلش المقطع، حبيت بس فرجيكم على كاميرا السوني اللي انا بستعملها عاده، وعمال بستعمل كاميرا ب $50 بس، يلي هي اللوجيتك سي 920 اللي عملت لنا عنها فيديو قبل، وفيك ترجع تشوفه بالفيديوهات اللي موجودين بالقناه. بس لنكمل على كل حال، انا عارف انك انت اليوم حابب تفوت على اليوتيوب، حابب تفوت على مجال اليوتيوب وتنزل فيديوهات، بس المشكله شوي صعبه وصاير فيه شويه مشاكل بالموضوع، حتى ان كنت حابب تطلع بلايف مثل ما عمال يعملوا الشباب، تطلع تلعب ببجي او اي العاب ثانيه. الموضوع هو كثير حلو والموضوع مربح، العالم بلشت عمال تطلع منه مصاري، انا معك صح، بس شوف انا نصيحه مني، اذا ما طلعت بطريقه احترافيه وبطريقه حلوه ما تطلع من الاساس، لانه العالم سبقوك بمراحل كثير كبيره، والعالم صار جايبه معدات غاليه وصار جايبه بدل هيدي الكاميرا، يعني هيدي الكاميرا تعتبر بس للمبتدئين، خلينا نسميها للمبتدئين، العالم وصلت لكاميرات 4K، صارت عمال تنزل الجوده كثير عاليه بالصور، حتى بالبث. وحتى بالمقاطع اللي مثل اللي انا هلا عمال بعملها عم تطلع جوده اعلى بكثير، وانا عارف انت عشان تقدر تفوت وتنخرط بهذا المجال يعني بدك كثير تروح تجيب او كاميرات كثير غاليه، واللي هي بطريقه ما انه انا مش راح اقعد اتكلف على اليوتيوب وبعد ما طلع لي منه ولا ريال، او بعد انا ما استفدت منه بشيء، فانا ليش بدي بلش استثمر وكب كل هذه المبالغ فيه بعد ما طلع لي منه شيء؟ فالافضل انه تشوف انت شو الاستثمارات الموجوده عندك بالبيت، تليفون، كاميرا قديمه، تشتري انت كاميرا بقيمتها قليله $50 مع مايكروفون يكون احترافي، ما شرط يكون مايكروفون ب $250، هذا المايكروفون سر انا بكره بخبركم عنه عشان تعرفوا هذا شو قصته هذا المايكروفون اللي انا كثير بحبه. فالمهم لحتى نكمل اليوم بدي اعلمك بس كيف انت بقطعه بسيطه مثل الكاميرا ابو $50 وشافي خضره مثل اللي انا عمال بستعملها وراي، كيف حتحول الخلفيه غرفتك اللي هيك ومعلق فيها الفانيل ابو الحمالات ورا لتحولها لخلفيه هيك وتكون عمال تستثمرها بشكل اكثر لتطلع فيها فيديو، او حتى لحتى تقدر تقص الخلفيه اللي وراك وتطلع فيها بس مباشر العاب او برامج او شرح او اللي بدك اياه استعملها. وطبعا مثل ما دائما انا بقول لكم وبرجع باكد عليها اكثر من مره، الكاميرا ابو $50 اذا بتحط عليها اضاءه كويسه ما شرط تكون غاليه، بس اضاءه بالمكان الصح حتستفيد فيها. الاضاءه اللي انا مستعملها عامل عنها فيديو ابو $5، الفيديو على طول اللي قبل هيدا، فوتوا شوفوا. $5 مع كاميرا $50 يعني $55، انت عمال تعمل فيديوهات عمال تطلع صورتها والجوده تبعيتها بتشبه الاحترافيه. اوكي، طب انا هلا اليوم حاشرح لك كيف حنقدر نغير الخلفيه وتروح على مرحله الاحتراف اكثر. في طريقتين حلوين وسهلين ومنن صعبين، هلا اول وحده منهم حتستخدم فيها الفوتوشوب، وثاني وحده فيها كمان حتستخدم الفوتوشوب، بس انا اعطيكم وحده غير هذه الحسبه تكون سهله وسريعه لو انت حابب تغير تفوت بالموضوع من دون ما تعذب حالك. اول طريقه كثير سهله وكل اللي رح تعمله انك انت حتاخذ كاميرا تليفونك وتشوف نفس الزاويه اللي بدك تصور منها الفيديو او المقطع، بس بتاخذ صوره تكون واضحه لانه كاميرا التليفون بتعطيك مشهد عريض، بس قبل ما تاخذ الصوره حاول ترتب وتنظف القصص اللي وراك والفانيلا اللي معلقه والكب اللي تاركها من قبل بنهار، ومن بعدها حتاخذ الصوره وتروح تحطها على الفوتوشوب. لو انت ما بتعرف تشتغل على الفوتوشوب انا حطلع لك هن اعدادات جدا بسيطه وما بياخذوا منك وقت كثير وما بدهم خبره بالموضوع، حتعدل شوي صغيره بالاضاءه وبالالوان لحتى تكون مناسب مزاجك، هذا كل الموضوع بيعتمد على الذوق، شوف انت كيف ذوقك ولوين بتروح وعدل على اساسها الاضاءه وعدل على اساسها الالوان، ومن بعد ما تعدل الالوان حتروح على اليوتيوب او حتى فيك تروح كمان على رابط الديسكورد اللي موجود تحت بالديسكربشن بصندوق الوصف، حتلاقي في شويه اضاءه حلوه، شيء لنانو ليف، شيء لاشكال، شيء للوحات، حتلاقيهم كثير حلوين، روح شوفهم انت من الرابط بتستفيد منهم، ولو ما حبيتهم حتلاقي كمان قصص ثانيه موجوده على الجوجل، وكل اللي عليك تعمله تحط انت اسم اللي بدك اياه وتكتب حد منها بي ان جي، بتسحبها وبتحطها على الفوتوشوب، وبتشوف انت الحيط الفاضي اللي عندك بتعبيه، بتعمل عليه اضاءه، بتعمل عليه اشكال، بحيث انك انت تعبي الغرفه اكثر، انه انت عندك قصص وعندك امور انت زياده على الحيطان، يعني بتعطي شكل احترافي اكثر. ومن بعد ما تخلص هذا الشيء بتزيد شويه غباش بس على الخلفيه اللي نحن عمالين نعمل، لانه عاده بالكاميرات الاحترافيه بتلاقي الصوره الشكل من قدام جدا واضح والفوكس على 100% وما في شيء من الغباش، وبتلاقي الخلفيه مغبشه شيء بسيط، وعلى حسب بقى كل شخص قديش بحب تكون الخلفيه مغبشه او قديش تكون يعني هيك خفيفه وعاطي نوع من الاحتراف. هذا الشيء بيرجع لك انت، فيك انا حاعطيك الطريقه هلا وشوف انت كيف بدك تطبقها، فيك تزيد فيها وفيك تخليها على نفس ما هي، ما عندك مشكله بالموضوع، شوف انت ذوقك بس لوين بياخذك. ومن بعد ما تخلص هذا الشيء تسحب الصوره بتروح وتكبها ببرنامج البث اللي هو الاو بي اس او اللي بتسجل منه
او البرنامج اللي عمال تطلع فيه بث مباشر على الفيسبوك او اليوتيوب وبتسحب من وراك الشاشه الخضراء. كمان طريقتها كتير سهله، زرين اكيد انت عارف فيها، ولو مش عارف اكتب لي بالكومنت انا برجع بخبرك، ما في مشكله بالموضوع. بتشيل الشاشه الخضراء من وراك وبتطلع النتيجه بهذا الشكل. بعتقد انه النتيجه كتير حلوه وبتعمل فرق اختلاف بين انك انت تكون قاعد وراك غرفه الوان باهته وما قادر انت تدفع على الالوان او تحط اضاءه فيها، قادر تعدل فيها. يمكن مزبوط اشخاص بيعرفوا انه هيدي الصوره مش حقيقيه او صاير في عليها شويه تعديل، بس لما تزيد عليها كميه الغباش تكون اكبر شوي، يعني بتصير الشخص ما بقى هو عم يتفرق معه الخلفيه شو هي، بصير عم يركز على وجهك. بس بدل ما يركز على وجهك ويلاقي وراك خرابه ومدري شو في وراك، لا بصير بركز على وجهك وما بقعد بينتبه للتفاصيل اللي حواليك الا اذا كانت ملفت وانت عامل شيء كتير حلو، ساعتها بتكون انت لفتت له انتباهه. اما بالنسبه للطريقه الثانيه واللي هي اسهل شوي من الطريقه الاولى، بس بعد الطريقه الثالثه هدي اعطيتكم اياها بونس، اسهل من الثلاثه، اسهل من الثمانيه اللي فوق. كل اللي عليك تعمله كمان انك تفوت على جوجل وتكتب غرف سيت اب، غرف تصوير، غرف شوف انت شو التعبير اللي بيطلع ببالك، وبنقي لك شي غرفه هيك تكون باك جراوند تكون حلوه، ونفس الطريقه بترجع بتعملها، بتروح تسحب الصوره وتحطها على الفوتوشوب، بس حاول يكون حجم الصوره كبير اللي هو 1920 ب 1080 عشان ما تصير تغبش معك على التكبير اذا بدك تحطها على البرنامج الاو بي اس وتسحب فيها الفيديو على اليوتيوب. حاول يكون حجم الصوره شوي كبير واسحبها على برنامج الفوتوشوب. اول ما توصل على برنامج الفوتوشوب نفس التفاصيل رح ترجع تعملهم نفسهم، بس من دون ما تزيد اضاءه عشان ما تكون عم تخبص فيها للصوره. هي الصوره حلوه طالما عجبتك انت من الاساس، بس زيد عليها شويه غبش وعدل الالوان عشان تكون يعني متمزجه شوف شو ما بعرف شو مندمجه مع الخلفيه. خلينا نقول يعني مثلا انا هلا اصفر او الاضاءه اللي جاي علي صفرة، بدها تكون شوي صغير الالوان متناسقه مع الوان الخلفيه اللي موجوده وراي عشان ما تبين كثير انه هي تقليد او فيك، فخليها تكون شوي صغير بس تحت السيطره خلينا نسميها. وكمان نفس الموضوع بترجع بتزيد عليه شويه غباش عشان بس تبين هذا الدبت اللي موجود عاده بالكاميرات الاحترافيه بين الشخص والخلفيه اللي موجوده وراه. على نفس الموضوع بترجع تسحب الصوره وبتروح تحط على الاو بي اس، بتشيل الخلفيه الخضراء اللي وراك وبتطلع معك هيدي النتيجه يلي كمان بنظري بعتقد انه هي كتير حلوه. يمكن هيدي مفقوس اكثر شوي من اللي قبل انه هي تقليد، بس بتضلها يعني افضل من الغرفه اللي موجوده عندك او من الغرفه اللي موجوده عندي اللي هي فيها خرابه من ورا وبعد ما قادر زيد عليها ولا اي الوان وما قادر زيد عليها شيء. وبالنسبه للطريقه الثالثه اللي هي اسهل من كل هدول ومش حتحتاج فيها ولا فوتوشوب ولا حتحتاج فيها شيء، كل اللي عليك تعمله انك كمان تحط الخلفيه الخضراء اللي وراك وتنط على جوجل، بتكتب فيها خلفيه باضاءه خافته، الخلفيه باضاءه خفيفه، خلفيه بلون موحد، خلفيه ليوتيوبر. كمان شوف انت عمول بحث وخليك تختار لون بتلاقي بالنص انت فيه مثل كانه في اضاءه بالنص وعلى الجنب الوان خفيف. كمان بتسحبها وبتروح بتحط على برنامج الاو بي اس اللي عمال تعمل منه البث او عمال تصور فيه الفيديو، وبتشيل الخلفيه الخضراء اللي وراك وبتطلع النتيجه حلوه متوسطه منا واصله للاحتراف، معتدله عاتي النتيجه. شيل الخلفيه اللي وراك وعطيتك اسلوب راقي بالتقديم، اسلوب وفيك تغير على فكره، فيك انت تخترع، انت شوف شو فيك تخترع، شو طالما انت عندك هذه الشاشه الخضراء اللي ورا، الكاميرا اللي موجوده عندك عماله تعطي جوده صوره نسبيا كويسه. يعني انا هلا هيدي مثلا مقارنه بالكاميرا اللي عندي السوني تعتبر كويسه، ما انها الكاميرا العاطله يعني صورتها ما انها مغبشه وما عمال يصير في حركات بايدي، يعني الالوان مش عماله تكون غلط، الفوكس عمال يكون مزبوط، كاميرا كويسه مقارنه ب 50 دولار كبدايه على الفيسبوك، ليش لا عملها وانت بتستفيد من الموضوع. جرب وبتكون انت بهيدي الحاله استثمرت على اليوتيوب بقيمه 50 دولار بس او 55 دولار مع الاضاءه. يا عم انت اهدى يا زلمه، اهدى اهدى بقى، بتكون انت جربت واستثمرت على اليوتيوب بقيمة 55 دولار بس مع الإضاءة إذا بدنا نحسبهم، وبتبلش انت تشوف بركي أسلوبك كان حلو وقدرت تستفيد. أنا اللي علي لك يا صاحبي إنه كل هدول الأمور اللي أنا عمالي بحكيك عنهم قادر إنك انت تعملهم بكاميرا ال 50 دولار أو حتى قادر تبلش بكاميرا تليفونك. الموضوع مش صعب أبداً، بده شوية شغل، يمكن يكون شغلك أزود شوي من الأشخاص اللي عندهم المكانات الاحترافية والكاميرات الاحترافية، يمكن هتحتاج أنت تعمل شوية أمور، تشيل خلفية من وراك وتزيد خلفية وتعمل شوية قصص. بس لو انت كان في عندك الشغف انك انت تطلع بفيديوهات تكون نافعة وانت تستفيد منها وتخلي غيرك يستفيد منها، وممكن بوقت لاحق تبلش تطلع منها منتوج رزق مصاري يعني، وما تقول لأي شخص عمال يفوت على اليوتيوب والله انا بس بدي اعلم الاخرين وهيدي الشغلة من تلقاء نفسي وقلب الجواني، يعني لا هي الموضوع مش هيك. كل شخص عمال يفوت على اليوتيوب عمال يجرب انه هو يستفيد من هيدي المنصة اللي كل العالم عمال تستفيد منها، جرب حظك انت واستفيد منها، يمكن يكون شخصيتك حلوة العالم تحبها وتقدر تبلش تعمل شغل. وبنهاية الحلقة ما حتهدى انت مش متعود يكون هالقد قريب. من هيدا الحلقه كل اللي بدي اقول لكم اياه، لو انت بعدك مش مشترك بالقناه اشترك هلا لانه انا محتاج دعمكم بشكل كتير كبير. يا شباب قربنا نوصل على ال 500 يعني نوصل 1000، بعد بدنا شوي صغير عشان نوصل على ال 1000، ومن ال 1000 ان شاء الله بتبلش رحله الفيديوهات الجديده ونبلش نعمل لكم قصص جديده. وكمان برجع بقول لك
شوف انت شو حتخترع بموضوع الصوره والكاميرا والخلفيه اللي وراك، وروح على رابط الديسكورد او الانستغرام او الفيسبوك، مواقع التواصل اللي حتلاقيهم موجودين عندك على الشاشه، واعطيني رايك، واعطيني انت الصوره حتى النتيجه اللي طلعت معك والاختراعات اللي انت عملتهم. عامل فكر انا اعمل فيديو كل الاختراعات المطفرين اللي مثلي ومثلكم، كل واحد استفاد من هدول الامور، من الاضاءه اللي قلت لكم عنها قبل، وهلا من الخلفيه، بدي اعمل عنها فيديو، لانه يمكن في اوقات افكار انت اجت ببالك غيرك ما اجت بباله، تكون افكار سهله وبسيطه ومنا مكلفة، خلي غيرك كمان يستفيد منها، وخليني أنا كمان استفيد منها، بما أنه مني عمالي بستثمر كتير بمبالغ كتير طائلة على اليوتيوب. أعطيني كمان أفكارك، بركي بنقدر نستفيد منها. ولهون بتكون خلصت حلقتنا، والسلام عليكم.